الرابطة التي يكون معها العقل والوعي ويكون معها أيضا الإعبار إذا كان الإبن فيه. هذه الأمور الثلاث هي أصناف الناس تجاه هذا الأمر. يقول صلى الله عليه وسلم لأن بعض الناس الغيرة تصل عنده إلى إيش؟ يشك في زوجته يقول لا أنا أغار، يشك في أقربائه يقول أنا أغار، هذا ليس